احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية يوم 9 من شهر أيار الجاري بأحد توم الرسول، والذي يقع ليترجيا في الأحد الأول بعد الفصح المجيد. وبهذه المناسبة البهية ترأس سيادة المطران كريستوفوروس عطلة خدمة القداس الإلهي بمشاركة لفيفا من الآباء الكهنة والشمامسة في كنيسة الصعود الإلهي في خلدة بعمان بحضور جمع من المؤمنين. وفي عظة القداس قال سيادته: علينا أن نطلب الله ليحل في وسطنا وينزع عنا كل خوف وقلق واضطراب، ونطلب منه أيضا أن يقوي إيماننا وينيرنا بالروح القدس، وأن نتعامل مع التحديات التي تواجهنا في هذا الزمن بالثقة بالرب. وأضاف سيادته: المسيح قام، وهي هي أبنائي، إنه المسيحية مش ديانة، المسيحية هي حقيقة معلنة من السماء. المسيح حكى: أنا الحق والطريق الحياة والقيامة. أبنائي، المسيح بعد قيامته بجسده القائم من بين الأموات حافظ على علامات المسامير في يديه وفي رجليه، وعلى علامة الحربة في جنبه. وهيك نحن في الملكوت السماوي رح نشوف المسيح ورح نعرفه. إلهنا المتجسد، وعشان هيك أراهم يديه ورجليه. فرح التلاميذ. قديش مهم أبنائي نبحث نحن في هذا الزمن اللي منعيشه للسلام الحقيقي الآتي من الله. بسمع من جهات عديدة، وبكل أسف بتجينا كمان بعض أفكار وبعض رياضات وبعض أمور تعاليم غريبة عنا، حتى من ديانات أسيوية اللي مجتمعنا الأردني بتأثر فيها. وعمالي بسمع البعض بيعمل رياضات هدوء، وبعض بيحاول يعمل ضبط لبعض أمور فيه من خلال رياضات متنوعة وإلى آخره، من الأمور اللي عمالها بتنتشر بطريقة خطيرة في مجتمعنا، لأنه المجتمع الجاهل روحياً عماله بعطيها قيمة. انتبهوا أبنائي، أي إشي ما في المسيح بيكون فيه ضرر، في قوة شيطانية، بيكون بعيد عن المسيح. انتبهوا.